أنا بداية بدأت السباحة يمكن عندي حوالي 5-6 سنين في نادي القاهرة قريب من النادي الأهلي هنا، وانتقلت للنادي الأهلي سنة 80. طبعا النادي الأهلي هو فعلا يعني مصنع الأبطال، والسيستم اللي في النادي الأهلي فعلا مناخ يساعد أي لاعب إن هو يوصل لمرحلة البطولة. لما بدأت في النادي الأهلي حسيت إن أنا فعلا دخلت في مرحلة جديدة، وكان من أكبر المفاجآت في النادي الأهلي لما بدأت إن أنا على سن 15 أو 16 سنة لقيت إن أنا بدأت أخش مع الفيرست تيم، ودي حطتني في مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، لأن طبعا النادي الأهلي كله أبطال، يعني جميع الأسامي اللي فيه كلهم أبطال، ولقيت مرة واحدة نفسي نازل تتابع في بطولة الجمهورية العامة، ودي طبعا موضوع كبير جدا وأنا عندي لسه 15 سنة نازل مع عمالقة السباحة في النادي الأهلي. فطبعا كان دي يعتبر أول موقف صعب جدا أقابله في النادي الأهلي، وغير فيا كتير المواقف ده، والحمد لله بدأت أتمرن جامد جدا عشان لما أتحط في موقف زي ده أبقى قد المسؤولية. وأنا فاكر كويس إن إحنا الحمد لله الفرقة دي كسبت بطولة الجمهورية العامة، ودي كانت من أعز الميداليات اللي أنا أخدتها في السباحة في بداياتي يعني. بعد كده الحمد لله الميداليات توالت، الحمد لله كانت أول بطولة دولية بالنسبة لي كانت بطولة جنيف، كانت من البطولات المهمة جدا اللي بيشترك فيها النادي الأهلي كل شتاء. أنا فاكر كويس إن أنا يعني تفرغت تماما للبطولة دي عشان أول بطولة دولية وأول سفر، يعني السفر ده كان زمان حاجة حلم من أحلام السباحين أو حلم من أحلام الرياضيين إن هو يسافر مع النادي مع المنتخب. 86 كانت أول سفرية ليا مع المنتخب، اشتركت في بطولة بون الدولية في ألمانيا، والحمد لله عملنا يعني نتائج كويسة، بالرغم دي كانت بطولة من بطولات سلسلة بطولات العالم للحمامات السباحة ال 25 متر. وبعديها الحمد لله مع التمرين الجامد استمرت في المنتخب، وتاني سنة على طول شاركت في دورة ألعاب البحر الأبيض سنة 87 في سوريا، أعتقد في شهر 7، وطلعت رابع بحر أبيض فيها، وكانت أول دورة كبيرة أشترك فيها، وراها على طول الدورة الإفريقية في كينيا سنة 87، دورة الألعاب الإفريقية في كينيا، وحققت فيها 3 ميداليات ذهب و2 برونز، وكانت من الإنجازات يعني الحمد لله للواحد بيعتز بيها، لأن أنا كانت أول مرة أكسب بطولة إفريقيا، وربنا وفقنا الحمد لله. وتاني سنة على طول 88 رحنا أولمبياد، وكان معايا طبعا كابتن محمد يوسف، كابتن أحمد غانم، كابتن محمد فهيم سلامة، وطبعا زميل الكفاح أخويا مصطفى، ده يعني مع بعض على طول. فالحمد لله شاركنا في أولمبياد 88. عد علينا بعد كده سنة من السنين الصعبة جدا 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 أنا وأخويا، لأن إحنا سنة 89 كنا بنتخرج من كلية هندسة، هو هندسة مدني جامعة القاهرة وأنا هندسة ميكانيكا جامعة عين شمس، فكان طبعا مع مشروع التخرج مع الأمور كانت العملية صعبة جدا، ومع ذلك الحمد لله ربنا وفقنا واشتركنا في البطولة العربية للسباحة سنة 89، أعتقد أقيمت في أكاديمية الشرطة القديمة اللي في العباسية، والحمد لله عملنا برضو فيها إنجازات، أنا طلعت بطل العرب أول 100 باك، ومصطفى طلع أول 200 حرة، بالرغم إن إيه كانت السنة صعبة في التخرج من كلية هندسة، طبعا هندسة ما هياش موضوع بسيط يعني، ومع ذلك ربنا وفقنا الحمد لله وعدينا المرحلة الصعبة دي لأن كانت من أصعب السنين. وبعديها على طول سنة 90 شاركنا في البطولة الإفريقية في تونس، بطولة السباحة في تونس، بطولة إفريقية للسباحة في تونس سنة 90، وكانت يعني طبعا بعد مرحلة الهندسة وبعد التخرج دخلنا الجيش، فما كانش التمرين يعني سهل، كنا بنعاني عشان نوصل للتمرين وكده، إنما الحمد لله طلعت أول إفريقيا في المية ظهر، وأول إفريقيا في تتابع 400 متنوع، وأعتقد ثالث إفريقيا في 400 متنوع، وتاني في 200 متر ظهر.
رجعنا منه على دورة الألعاب البحر الأبيض في اليونان، والحمد لله كان إنجازات كويسة، تحضيرا لأكبر بطولة ممكن نشارك فيها هي دورة الألعاب الإفريقية في مصر. لو الناس يفتكروها سنة 91 طبعا أعتقد في ناس كتير فاكرينها، في اسمها دورة حورس، كان اسمها حورس، كان ساعتها معالي الوزير عبد المنعم عمارة هو المشرف عليها شخصيا بنفسه، وكانت من الأحداث الكبيرة قوي في مصر اللي هي دورة الألعاب الإفريقية سنة 91. الحمد لله البطولة دي مصر أو منتخب مصر جاب 33 ميدالية ذهب، أنا الحمد لله ربنا وفقني جبت 3 ذهب وواحدة برونز، مصطفى أخويا جاب 4 ذهب، عملنا سباقات أعتقد والله أعلم الناس اللي لسه يعني فاكرين دورة الألعاب الإفريقية في مصر سباقات لا تنسى. وتاني سنة على طول الحمد لله بعدها سنة 92 لعبنا بطولة الألعاب، بطولة الألعاب العربية في سوريا سنة 92 في اللاذقية، وبرضو السباحة يعني كان عليها عامل كبير في ان احنا كسبنا دورة الألعاب دي. وكان بقى الواحد خلاص قرب يعني مشواره الرياضي، حاولنا الحمد لله على كده، أعتقد مصطفى اعتزل وأنا كملت سنة 93 و94 مع فرقة النادي الأهلي، لعبت سنة 94 بطولة الدنمارك الدولية وطلعت ثالث، وبعدها على طول اعتزلت السباحة وكملت مع النادي الأهلي كفيرست تيم في كرة المية. أنا كنت بلعب معهم في كرة المية في فرقة 18 وفرقة 20 والفيرست تيم، والحمد لله ربنا وفقنا ودخلت منتخب مصر كرة المية، وكنت هروح معهم بطولة العالم سنة 91 في سيدني، إنما اتحاد السباحة قال لي لا لازم تركز على بطولة دورة الألعاب الإفريقية اللي هتتلعب في مصر في حورس، كانت حورس دي فكان الاهتمام بيها. كملت مع النادي الأهلي لغاية أعتقد سنة 96 أو 97، كانت بنتي عندها سنة أو سنتين وبعد كده اعتزلت خالص سنة يمكن وأنا عندي 32 سنة كرة المية، وكملت في المجال الإدارة الرياضية، بدأت أمسك دخلوني مع دخلت مع اللجنة الفنية في السباحة في منتخب مصر عشان أمسك في الاتحاد السباحة، وبعدين كملت بقيت عضو مجلس إدارة في منطقة القاهرة للسباحة من سنة 2000 لغاية سنة 2005. وبعد كده جت بقى أحلى فترة في حياتي لما مسكت رئيس جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي، وكنت مسؤول عن السباحة كلها أو الألعاب الماء في النادي الأهلي من سنة 2005 لغاية سنة 2011. أعتقد والحمد لله الحمد لله قدرت أحقق أحلام كتير من اللي أنا كنت بحلمها في الإدارة الرياضية. أنا كان نفسي أبقى في المجال الرياضي، إدارة الرياضة في النادي بالذات. النادي الأهلي من أحسن الأماكن اللي الواحد ممكن يشتغل فيها. أمين.